اللغة العربية الفصحى هي أم العربيات التي تجمع العرب والمسلمين، والمتمثلة بالحميرية والبابلية والعبرية والآرامية والحبشية أو اللغات السامية، والتي ترجع إلى أبناء نوح عليه السلام وهم سام وحام ويافث. ولذا اللغة العربية من أهم مقومات الهوية العربية، حيث عملت طويلا على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربية عبر الزمن، وتعتبر من أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما ساهمت في حفظ تاريخ العرب منذ العصر الجاهلي، ومن ذلك تاريخهم الكامل وبطولاتهم وشعرهم، وأخيرا كانت معجزة في نزول القرآن الكريم بهذه اللغة، مما أضفى عليها القدسية والعناية الإلهية، فقد تحولت من لغة تختص بقبائل الصحراء إلى لغة أمة إسلامية قادت الحضارة لقرون متتالية.